أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أبرز إنجازات بطاقة الهوية والسجل السكاني المتحققة خلال العام الجاري، والتي اشتملت على إطلاق جملة من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية وتنفيذها سلسلة من الإجراءات التطويرية التي أسهمت في زيادة وتيرة التحول الرقمي لخدمات الهوية لتصل إلى 95%. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ صباح بن حمد الخليفة، مدير إدارة الهوية والسجل السكاني. إذن نرحب بك سعادة السيد. ما هي أبرز إنجازات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2023؟ بداية نشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله العام الماضي 2023 عام حافل بالإنجازات الذي يعني تمكن خلالها فريق العمل بإدارة بطاقة الهوية والسجل السكاني من إنجازها، وما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام الفريق بتوجيهات الحكومة المؤقرة ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية حفظه الله، التي دائما ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسخير كافة الجهود والإمكانيات والتقنيات اللي تمكنه من الحصول على الخدمات الحكوميه بكفاءه وجوده عاليه، واللي يعني في المقام الاول اختصرت عليه الوقت. لو تسمحوا لي ان اتكلم بلغه الارقام. نعم. خلال فتره 2023 مجمل ما تم انجازه من معامله بطاقه هويه بلغ اكثر من 743,000 معامله. طبعا تم توفير 32 خدمه لبطاقة الهوية والسجلات المدنية. كذلك تمكن فريق العمل من إنجاز 705,000 معاملة عبر القنوات والمنصات الإلكترونية المختلفة اللي وفرتها الهيئة. بمعنى أن 95 مثل ما تفضلت في البداية، أن 95% من مجمل المعاملات تم إنجازها إلكترونيا. في معاملات يعني اللي تطلبت الحضور الشخصي ما تعدت 5% من اجمالي طلبات، وذلك لاسباب تحديث البصمه او تحديث التوقيع واصدار الهويه للخليجيين او الاصدار لاول مره. نعم نعم تفضل. هناك بس في بوضح لنا في 430,000 معامله اصدار بطاقه، كان اصدار سواء اصدار او تجديد او بدل فاقد او ثالث. كذلك 31,337 معاملة إلكترونية خاصة بطلبات تحديث البيانات التي لا تستدعي المراجعة الحضور لمركز بطاقة تم عمل إلكترونيا. كذلك 36,364 معاملة أنجزت عبر المنصات الخدمات الذاتية المطورة، فيعني شملت طبعا تحديث البطاقة والهوية وقراءة الشريحة كذلك. نعم، إذا إنجازات كبيرة. فيما يتعلق بملامح التطوير التي مكنت من تحقيق هذه المنجزات، ما هي أبرز تلك الملامح؟ مشكور مدفتر. حقيقة مجموعة من الإجراءات اللي تم تنفيذها واللي أسهمت في توفير الخدمات بصورة يتوقعها الجمهور الكريم سواء كانوا أفراد أو شركات، ومن أبرزها تطوير الأنظمة اللي ساهمت بسرعة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، يعني بدورها بتكون بتبسيط الإجراءات اللي يعني على سرعة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للمراجعين والمواطنين. حرصنا على تحقيق الكم والكيفية، يعني إنجاز كم كبير من الطلبات بطريقة سهلة على الجمهور والمستفيدين من الخدمات خلال القنوات الإلكترونية. طبعا اكيد نجري التحسينات بصوره مستمره استجابه لما يردنا من ملاحظات ومقترحات من قبل مستخدمي النظام الوطني لمقترحات الشكاوى تواصل. نحط في عين الاعتبار كل الاقتراحات اللي تردنا، وان شاء الله ساهم في التحسينات المستمره. في من ابرز الخدمات اللي تم تدشينها خلال 2023 على سبيل المثال مركز الخدمه عن بعد. نعم. خدمة إرفاق الإقرارات في المواقع الإلكتروني، هذه سهل يعني سهل للمواطنين كثير. تدشين خدمة تحديث السجلات المدنية. كذلك قمنا بزيادة عدد مواقع المنصات الخدمة الذاتية المطورة اللي سهلت على المواطنين والمقيمين عملية تحديث بياناتهم من خلال المنصة. نعم.
كما أطلقنا نظام للعناوين ووفرنا إفادة بالسكن من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة شؤون البلدية، ما سهل للمستفيدين التخصيص معه بسهولة وسلسة. نعم سعادة الشيخ صباح بن حمد الخليفة، مدير إدارة الهوية والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.